أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يقوم بعض الممثلين بدور ألعاب نصراني أو أنه متزوج بزوجة أخرى. يقوم إيش؟ يقوم بعض الممثلين بدور نصراني أو أنه يتزوج بامرأة أخرى ويقول إن هذا تمثيل، فهل يصح عليه ما قال؟ التشبه بالكفار لا يجوز، من تشبه بقوم فهو منه، والممثل الذي يمثل الكفار يتشبه بهم، ينطبق عليه الحديث. وكذلك اللي يمثل المرأة، يمثل المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. فاللي يمثل صوت المرأة أو حركات المرأة أو يلبس لباس المرأة هذا ملعون بنص الحديث، المتشبه بالمرأة. نعم.